أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. أمتى مساء، مساك الله بالنور وسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. اليوم طبعا راح نستكمل حديثنا مجلة الحدث الرياضي فبراير 2003، عليها طبعا نجمي المفضل أنا رونالدو البرازيلي الظاهرة. صدق أبو فهد، أنا من كثر ما يعني أحب هذا اللاعب جمعت له أرشيف نادر، يعني عندي فنيلة منتخب البرازيل موقع عليها رونالدو يعني توقيعه على فنيلة منتخب البرازيل 2002 اللي خدوا فيها كأس العالم. طبعا الكابتن رونالدو من نجوم مميزين، شارك في 4 كوس عالم، طبعا 94 ما شارك فعليا لكن ضمن سكور شيت مع التشكيلة يعني. لكن تكلم عن 98 لعب النهائي، 2002 لعب النهائي، 2006 شارك وحطم الرقم رقم جيرد مولر برصيد 14 هدف أحرزهم في كأس العالم، وهو أحرز 15 هدف بعدها أيضا بالبطولة. بعدها بثمان سنوات كلوز الألماني رد الثار بن جلدته اللي هو الكابتن جيرد مولر، وقدر يرد لقب هداف العالم إلى ألمانيا برصيد 16 هدف 2014. نعم طبعا الملاعب العربية راح نروح إلى الكويت، راح نجيبهم عندنا ولادة ثانية الأخضر وين؟ الكويت. كأس العرب، كأس العرب اللي صارت هنا بالكويت. الكويت في السنة هذه نظمت بطولتين، كأس العرب وكأس الخليج. قدر منتخب الإمارة السعودي إحراز اللقب في بطولتين، وأعتقد الثاني كان منتخب البحريني. في البطولتين منتخب البحريني كان الثاني. نعم، كان فوز منتخب السعودي بكأس العرب الثامنة في الكويت، كأس العرب الثامنة، مميزا لأنه تحقق هذه المرة بواسطة تشكيلة شابة جديدة، جل عناصرها انتقاهم مدرب الهولندي فاندرليم. فاندرليم هذا نجم من نجوم 74، نجم فينورد. طبعا فينورد الهولندي هو اول نادي هولندي يحرز لقب بطوله دوري الابطال ابطال اوروبا. ايضا سنه 70 المدرب السعودي هذا يعني كان من نجوم 74 مع منتخب هولندا. طبعا فاندرليم اختارهم او يعني برزوا انتباهه لاعب، عفوا مو فاندرليم اللي كان وياهم، كان فاندر هاينغ خلال بطولة كأس الأمير فيصل تحت 23 عام اختار اللاعبين من البطولة هذه. طبعا رفع المدرب الهولندي منذ البداية شعار لا للاعبين المخضرمين ونعم للاعبين الجدد واللاعبين القدامى اللي لم يتجاوز عمرهم 25 سنة، ومن هنا غاب اللاعبون الكبار أمثال عبد الله سليمان، حسين عبد الغني، محمد شلية، إبراهيم ماطر، والحسن اليامي، وخميس العويران، إضافة إلى سامي الجابر، محمد الدعيع المعتزلين في الأساس اللعب دوليا، ومحمد الخوجلي اللي استبعد لاحقا لعدم التزامه بالتدريب، ومحمد شلهوب اللي تعرض لإصابة قبل بدء البطولة. وأبقى فاندرليم على بعض العناصر متوسطة العمر واللي سبق لها أبو فهد ولعبت مع المنتخب، وهو محمد نور وطلال المشعل وعبدالله الواكد وصالح الصقري وعمر الغامدي وإبراهيم سويد، وهؤلاء من يمتلكون الخبرة والحيوية طبعا. ومثل هاي التوليفة وهذه التشكيلة التي لعبت بدون ضغوط، لأن القيادة الرياضية السعودية أبو فهد رفعت شعار الإعداد للمونديال المقبل، احتفظت السعودية بكأس العرب محققة والفوز خارج أرضها للمرة الثانية الأولى في الدوحة عام 98. صحيح، علما أن المنتخب السعودي كان وصيف بطولة 92 في حلب خلف نظيرة المصري. وقد فاز الفريق السعودي. شلونك نتابع بعد الفاصل أبو غازي إن شاء الله نتائج المنتخب السعودي في البطولة العربية التي تقيم بالكويت، يوم اعتقد فازوا بالنهائي على منتخب البحرين 1-0 اعتقد. وقتها كان يسري الباشا، كان محمد نور، كان ايضا ياسر القحطاني، هم نجوم مميزين في هذه البطوله. اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي
أعزائي المشاهدين رجعناكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الحدث الرياضي سنة 2003. نعم طبعاً المنتخب السعودي أو منتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة فاز بكأس العرب عن جدارة، لأنه كان الوحيد اللي ما لم يتعرض لأي خسارة، بل أنه لم يفقد سوى نقطتين من تعادل واحد أمام الفريق اليمني، شوف اللي هو أضعف فرق، كونه كان ضمن انتقالة لنصف النهائي فلعب بتشكيلة الاحتياطيين، صحيح لأنه كان ضامن التأهل. نعم كما وكان الفريق السعودي الأقوى هجوماً ب 11 هدف والأقوى دفاعاً 3 أهداف دخلوا مرمى، علماً بأنه لم يعتمد على هداف واحد، لأن الأهداف الـ 11 سجلها 8 لاعبين فتصور بينهم مدافعون ولاعب وسط ومهاجمون. المباراة الافتتاحية المنتخب السعودي كانت لها حساسية خاصة كون خصم عنيداً وهو منتخب بحرين الذي كان يعني خطف التعادل من نظيره السعودي في عقر داره خلال ذهاب تصفيات دور ثاني مونديال آسيوي. صحيح. ولكن السعودي الذي حقق نتيجة كبيرة في الأياب بفوز 4-1 في المنامة جدد الفوز في كأس العرب 2-1، ولكنها كانت مباراة ساخنة تخللتها أحداث مؤسفة وكان من نتائجها إبعاد اللاعبين البحرينيين محمد حسين ومحمد سالمين عن البطولة. وواجه منتخب السعودي صعوبة أيضا في المباراة الثانية، سجل هدفه اليتيم في مرمى اللبناني في الدقيقة الأولى من وقت بدل ضائع، علما بأن الفريقين تعادلا وديا في الدمام قبل البطولة بأيام. ولكن السعودي منتخب السعودي حقق فوز كبير على نظيره السوري بثلاثة أهداف نظيفة ضمن بها التأهل لنصف النهائي، لذلك لعب مباراة الأخيرة أمام الفريق اليمني بدون 5 من اللاعبين الأساسيين معتمدا على التشكيلة من الاحتياطيين، وبذلك يعني يحقق المنتخب السعودي أفضل نتائج بين رباعي نصف النهائي بأكبر عدد من الأهداف طبعاً وأقلها في مرمى، وعدد من النقاط 10 نقاط في 4 مباريات. واستغل المنتخب السعودي غياب عدد كبير من نجوم المنتخب المغربي عن تشكيله في نصف النهائي، غاب الثراثي السويدي والمباركي وطرحه بالتوقيف وثلاثة آخرين بالإصابة، فلعب الفريق بتشكيلة ثابتة لأن لم يكن على دكة الاحتياطي سوى الحارس الاحتياطي، وقطع القائد عبد الله الواكد نصف الطريق للمباراة النهائية بتسديدة صاروخية من ضربة حرة مسجلة الهدف الأول، ولم يلبث طلال المشعل أن سجل الهدف الثاني ليرتد السعوديون للدفاع فيما فشلت كل محاولات هشام أبو شروان ومحمد أرمومن لتعديل النتيجة، وبقى الأول صائما في كأس العرب وهو المتوج على التو واحدا طبعا من هدافين مع المغرب هذيل. اي نعم طبعا يعني هني كذلك تكلموا على أن جهود محمد نور كان أفضل لاعب في المباراة وفي البطولة، يعني بتسجيله هدف ذهبي يعني في أعتقد مرمى منتخب البحرين. البحرين إيه؟ أي نعم. يعني حاطين مباراة نهائية؟ إيه هني مباراة نهائية طبعا. هني تكلموا عن طبعا يعني ان مع البحرين يعني انهم يعني قال لنا السعوديون ان انهم مباراه في الدقيقه الاخيره لو لم يحرمهم الحكم الجزائري محمد زكيني ركله جزاء صحيحه، لان تعرض محمد نور للعرقله ولكن الحكم وجه انذار لنور بحجه تعمد السقوط، إلا أن جهود محمد نور أفضل لاعب في المباراة وفي البطولة لم تذهب سدى فعوض تسجيل هدف ذهبي برأسه بعد 4 دقائق يعني. صحيح. 1-0 انتهت. أعتقد ما كان. إيه. طبعاً المنتخب الأردن بقيادة الجوهري قدم أفضل عروض وصل إلى نصف النهائي للمرة الأولى وضاع تأهله في 3 دقائق. وفاز على الكويت أعتقد في المباراة. المنتخب الكويتي أدى أداء سيء في هذه المباراة وأيضاً في بطولة الخليج اللي بعدها صارت أيضا أداء جدا سيء، وقتها كان يعني المنتخب يمر بظروف استثنائية يعني ابتعاد الشيخ أحمد الفايد عن الاتحاد بوجوده في الحكومة، وكان المنتخب الكويتي أساسا ما هو بالفورمة، وصلنا تجوري بغاسي. عبد الله الواكد طبعا كابتن المنتخب السعودية في ونادي الشباب السعودي يهدي كأس العرب الأمير سلطان بن فهد، نجم مميز الكابتن عبد الله الواكد من نجوم مميزين، و يعني لاعب ارتكاز من اعلى مستوى نجم نادي الشباب السعودي. اعزائي المشاهدين ننهي فيها حلقتنا الصوره الجميله لعبد الله الواكد وسموه الملكي سموه الامير الملكي سلطان بن فهد، ننهي فيها حلقتنا اعزائي المشاهدين. هاي سنه في نهايه الحلقه
اللي أنا أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.